Exercice devoir numéro 22. 22 بس أستاذ الرسم مش بنفس الصفحة. ايه ما في مشكلة. طيب لانا سأسوء. إيه لانا؟ Oui, monsieur. OK. On considère le circuit de la figure 10-10. OK. Écrivez l'équation différentielle associée au circuit pour un signal carré. OK. نقلي الأسئلة كوي لو سمحتي. يلا. هو صفحة 181. OK. عندنا أول شيء. كوندونساتور. ريزيستانس. هو الكوندنساتور جاي على طرف الرسمي. مش مشكلة على طرف أو إنه عندي كوندنساتور. أوكي. والنقاط شو هني؟ وريزيستانس. أوكي. بين الريزيستانس هو بين الـ A والـ M. أي A هون. إيه والـ M من تاني جهة. وأي B. أوكي وبين الـ M وبين الـ M والـ B عندنا الكوندنساتور. آه أوكي الـ M. يعني هو الـ M نازل نزول. خليني لك نشوف الاكزرسيس. كل باج 181. اوكي لأنه في بالتوصيلات في عنا أوسيلوسكوب وي وريزيستانس. طيب فإذا هيدي ريزيستانس R أونتري إيغريك أ دي الأوسيلوسكوب وهون عندي سينيال كاري البوان هون دي هيدي بوان A هيدا الكورون بهالاتجاه بوان M ماس دو الاستروسكوب وكوندنساتور هون وهيدا اونتري إغريك دو وهي البوان B وهي البوان اوكي et tension au bord de l'ensemble de l'association. Ouais. Phénomène de charge et de décharge du condensateur. De l'équation différentielle. Aussi, on considère le circuit de la figure, écrivez l'équation différentielle associée au circuit pour un signal carré. Pour un signal carré en régime de charge ou de décharge. On va commencer par le régime de charge. Oui. اوكي لانه ليش عم بتوقع الشارج؟ لانه الايكواسيون هيدا السوليسيون هو لا الشارج الفينومين دو شارج هو قالنا بوندون لا شارج وين قايل؟ بتاني بارتي اه بتاني بارتي ماشي احنا بالاول انا عم استنتج المفروض كان يقول لنا بالاول انه عندنا فينومين دو شارج مو بي طيب تفضل oui. اول شيء بنقول دابخي لا لوا داديتيفيتي دي تونسيون
عنا ال UAM plus UMB égale UAB. De tension, Anna, U, AM, AD, c'est le générateur, égale UAM, plus UMB. Oui. Plus UBD, parce que BD 0. Ah oui, là, on a fil de connexion. Yani E, égale en régime de charge, E égale. UAM, IRI, d'après loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm. Ou l'UMB, on a le remplacement de l'U, la C, la N au bord de condensateur. Et soit, on a le remplacement soit U. UMB égale UC. Égale UMB, le hi positif. Le plus, le moins. C'est courant GIE, qui est le plus ou le moins. Oui. OK. Taï. Ou bien. En un sens positif, ou le football condensateur. Il y a un I, le plus DQ à la DT. وهي اللي نحن نسمينا Q هي تعتبر ال Q لل M. أوكي. فزان M E equal D Q plus D Q على D T. sur D T. أوكي. equal. وال Q هي C fois U C. أوكي. فبصير معنا equal C fois derivée لل U. فزان Q equal C fois U C. صار عندنا E equal C, D, U, C. Pas dérivé la U, C. Sur D, T. OK. J'ai le I. Alors, on obtient le sirmana R fois C fois dérivé la U, C plus U, C égale E. Hattaita awal chi. Nam le divisé à R, C. Le sirmana D, U, C à la D, T plus U, C à R, C égale E à la R, C. Ahsante. Bravo, merci. Merci, de rien. Sarah Azeddin, je te vois بعد Sarah. Sarah, tu es là, مش هون. إيه ماشي طيب مايا الحسيني pendant la charge la solution de l'équation différentielle est donnée par UMB égale à E facteur 1 moins E exposant moins T sur tout donnez l'allure de la tension UMB. UMB تعيد الكوندنساتور يعني رسمي هيك قصدهم هيك حتى نرسمه بحاجه لشو لا بوان ناخذ الكونديسيون ات ايغوال 0 ات ايغوال 2 اوكي بنبلش بور تي ايغوال 0 ايغوال 0 يو سي ايغوال او يو سي ايغوال 0 ايغوال 0 او فاكتور لا ام موينز ان ايغوال 0 طيب pour t égal à tout. Après calcul, ça va sortir معنا 0,63 fois e. OK. Ou t égal à 5 tout. عطينا le e قد ايه؟ ولا لا؟ لا. طيب. Pour t égal 5 tout. تطلع à peu près e. OK. والأسمتوت هو هو إس إيجال هو نفسه هذا اللي فوق إس إيجال أوكي ومنرسمه نرسم الجراف Thank you.
اوكي وبنرسم الاسمبتوت مره واحده وهذا الاسمبتوت لنقول الان 2 3 4 وهذه 5 اوكي طيب approximativement لنقول هيدي 2 2 تو 3 تو 4 تو وهي 5 تو طيب هيدي اول نقطة هون عندي مثلا U C وهي D هون عندي 2 وهون عندي 5 تو وهيدي الاو 0 0 طيب اول بوان هي 0 0 هاي اول نقطة تاني نقطة هيدي او يلي هون 0.63 × 1, 2, 3, 4, 5 ديفيزيون 5 × 0.63 شي 3 كارو 5, شوي تطلع 3.1 تقريبا هون اوكي فاذا بيمرق بهاي النقطة يلي هون هيدي 0.63 طبعا اذا بدي ارسم اسامبتوت بدي ارسم تانجنت حيتقاطع هون مع الاسامبتوت طيب السانكتو حيكون هون اوكي حيكون وصل تقريبا على الماكسيموم وبنرجع بنرسم الجراف هون بكون وصل للرجيم بيرمانو بهي المنطقة اللي هون وهون عم يجي بهالشكل هيدا اوكي approximativement هيدا هو الكود لليور دي لاكور طيب déterminer en utilisant l'équation différentielle établie en 1 le coefficient directeur قبل نحن عم قلنا دوني لليو دو كور عملنا 3 هلا مش هيك طيب تروا سميح وين سميح عنده مشكلة بالإنترنت. أوكي جاد. أسس. إيه جاد. Partie 4. Déterminer en utilisant l'équation différentielle établie en 1. نستعمل الإكواسيون ديفرنسيال هيدا يعني يلي هون. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe MP à l'instant t égale 0. بدو البونت للتانجنت بستعمل هذا الايكواسيون هذا اول سؤال اون ديدوير كو زوت تانجنت كوب لا لا دروات ديكواسيون اي ايغال او او بوان دابسيس تو ايغال تو بدنا نبرهن يعني كمان او هاي النقطه اللي هون المسافه هي تو مثل ما قلنا في الكود احنا عم نشرح اوكي احنا عندنا البونت للتانجنت ايغال تانجنت الفا يعني E على OP قبل البونت دو لا تانجونت بدو اياه من الاول اول سؤال بونت دو لا تانجونت اون اتيليزون ليكواسيون ديفرنسيال هنا ا تي ايغال 0 البونت لا تانجونت طبعا معروف شو هو شو هو بونت لا تانجونت هو تانجونت الفا هو دو اي سي دو تي لازم نعمل ايكواسيون ا تي ايغال 0 مزبوط هو دو اي سي سور دو تي ا تي ايغال 0 هلا بنشوف ا تي ايغال 0 شو عندنا نحن يو سي شو كانت اياها يو سي ايغال 0 اوكي دون ليكواسيون ديفرنسيال شو بتصير دو اي سي سور دو تي بلس بتصير او على ار سي 0 ايغال او سور ار سي فإذا البونت شو صار؟ DUC سور DT AT إيغال 0
égale E sur RC. فإذن هيدا هو البونت يلي طالبه بأول جزء من السؤال. أوكي؟ مش الحال جاد؟ مش الحال أستاذ. طيب. بنكفي بنقول إنه بونت التانجونت الأوريجين. أحسنت، اللي عم تقوله كنت مش واي. خليني أرسم التانجونت بالأول لأنه إحنا بنعرفه كيف لازم يكون. هيدا بهذا الدرس أنت كل شيء بتعرفه بس بيسألك حوله. يعني أنا الإكواسيون ديفرنسيال بكل أنواع أعطيتكم إياهن وما في يسأل إلا من خلال هو الإكواسيون ديفرنسيال اللي اشتغلناهن نحن وياكم، يعني ولا سؤال المفروض إنه ما تجاوبوا عليه بهذا الموضوع. أستاذ يعني هون تقريباً أسئلة حفظ؟ بيشبه الحفظ، إحنا عم نحل مش عم نحفظ. بس كلهم بيشبهوا بعضهم لدرجة أنه إذا حفظ الواحد كمان بيكون عم بيجاوب على السؤال. تبعت كيف؟ يعني ما في صعوبة فيه. فإذا هاي النقطة اللي هم بدي برهن أنا أنه لنفترض أنه هذه اسمها P وهي اسمها Q. On doit démontrer que PQ égale to اللي هي الأبسيس لهي النقطة اللي هي اللي هون. أوكي؟ الأبسيس de ce point. طبعا مثل ما قلت أنت البونت لا تانجونت هو شو تانجونت الفا تانجونت الفا الفا هي الانجل اللي هون اوكي فاذا هون دوتر بار هاي دون بار البونت لا تانجونت هو كذا مش هيك دوتر بار لا البونت de la tangente de t, la tangente et tangente alpha et elle est où est e à la op et elle alpha elle est تحت هون هي ذات الالفا يلي هون صح اذا هي الفا هي شو حتكون اللي فوق كمان الفا tangente alpha يعني côté opposé يعني هي op sur EQ à l'adjacent. OP sur EQ. Sur PQ. Par exemple, OP sur PQ. Mazboutine, on a PQ, ça m'a dit, c'est vrai. Stéphane, c'est quoi le P? Le P, c'est ça. C'est le P, c'est le P. C'est ça? OK. OP فإذا هي الفالور للE سير PQ سي أدمونتري إن هي شو تو سير PQ سي أدمونتري فإذا نعمل simplification يعني بدنا نقول إنه هي ذات البونت لا تانجونت هي ذات تانجونت يعني هاي بتساوي هاي ومن برهنا فإذا مي E سير RC égale E sur PQ. Il y a le pont de T. Alors, PQ égale RC. PQ égale R fois C. من خلال هاي PQ إيجال R فو سي يعني إيجال تو شو هيك؟ دونك PQ إيجال تو شو هي ال Q؟ هي ال intersection ل ال تانجونت انتر لسامتوت أوكي؟ أوكي حدا عنده أي سؤال؟ أنا أستاذ تفضل أستاذ هو السؤال كان فوق بالرسمة فيك تذكرني بالرجيم بيرمانون ترانزيتوار؟ إيه تكرم هلأ هون الرجيم ترانزيتوار هو من الأو لعند هاي النقطة اللي هون مطرح ما عم تتغير بعدها الأو الأو ما صارت أو بعد ما تصير الأو للكونستانت إيجال أو وكونستانت هذا رجيم بيرمانون كي سبسيست
على فهم بضلوا عطول لحد ما نعمل له ديشارج. يعني ترانزيتوار لما يكون في فارياسيون بيرمانون لما يصير كونستانت. صح. اوكي. ميرسي. اهلا وسهلا. استاذ فيك ترجع تعد لاخر بارتي مش البونت كيف برهناها انه هي الابسيس تيكالتو. اوكي ما هي نفس البونت، البونت بجيبه بطريقتين لحتى برهن انه الاو او البي كيو، هاي البي كيو حتى برهنها انها هي تو، بدي اجيب البونت بطريقتين. اون بروميير ميثود هي دي اس اللي هو دلنا عليها، قال لي جيب لي البونت من اذا استعملت هذا الايكواسيون يلي هون دي اس اللي تي اتي ايجال زيرو. نحن بنعرف اتي ايجال زيرو الاي للكومبنساتور ايجال زيرو، فصار دي اس اللي تي اتي ايجال زيرو هي اس ار سي. فجبنا بونت من خلال هاي الميثود، اول ميثود. اوكي دوزيام ميثود البونت هي عباره عن تانجونت دي لونغ كو في لا دروات افيك لاكس دو تون، اذا هو تانجونت لهي الالفا يلي هون. مي هاي الالفا يلي هون شو هي؟ ايجال كيو الالفا اللي فوق. اوكي تانجونت لهي الانجل يلي هون هي اوبوزي سور ادجاسان كوتي، انه هذا تريونغل ريكتانجل يلي هون او بي كيو هو تريونغل ريكتانجل اون بي، تانجونت الفا ايجال او بي سور كيو سور بي كيو. انا بدي البي كيو او بي بعرفها انها او، فإذا بحط شكلين بار سافالور E سور بي كيو. مي بونت إيجال تانجونت يعني دي إس سور دي تي تي إيجال زيرو إيجال تانجونت ألفا، دونك E سور إر سي إيجال E سور بي كيو، ألور بي كيو إيجال إر سي. دونك لابسيس دو بوان دانترسيكسيون دو لا تانجونت أفيك أفيك لاسيمتوت إي لو بوان كيو دابسيس تو. مش الحال؟ إيه أساس فهمت. اوكي ننتقل لاكزرسيس هلا. طبعا بالكتاب عندنا خلصوا الاكزرسيس اللي لهم علاقه بالشارج دي كوندنساتور، عاطينه هالقد زاويه بس، يعني اكزرسيسين بروبلم وخفاف شوي نوعا ما. هلا ننتقل لاكزرسيس ثاني رح ناخذ سوبلمون على هيدا الموضوع. نحن خلصنا قصه الشارج اي دي شارج دي كوندنساتور خلصناها بشكل كامل، بيبقى فعندنا اخر بارتي من الموضوع، اخر موضوع اللي يعني هو تنسيون الترناتيف سينوزويدال، طبعا اخر موضوع بالعلوم الحياه. هيدا نمرو 5 بالايفرست فينا نحله هلا. ثانيه زعرور. وي مسيو. اوكي ترانسفورماسيون دينرجي دون ان سيركوي ار سي اون سيري. الانرجي الكوندنساتور قد ايه بتساوي زكريين؟ انرجي الكتريك للكوندنساتور. انرجي الكتريك للكوندنساتور هي اندمي سي او كاري. بس تذكركم الانرجي مش حتلزمني، بس انرجي مانيتيك لمين؟ للبوبين بالدرس الماضي هي ان دومي ال اي او كاري، تذكرتوها؟ هاي انا لا أشتري. طيب هلا بنتذكر ولا انا هاي اللي بالدرس الماضي اخذناها اذا مذكرين. ان دومي ال اي او كاري سي لينرجي مانيتيك امجازيني دون لا بوبين، بعد ما نعطيها تنسيون جو لي رول دان ريسبتور بتاخذ وبتخزن عندها. شو الانرجي بتخزنها؟ انرجي انرجي مانيتيك هي ان دومي ال اي او كاري. عشان هيك بس نفلتها على شي لمبه او على شي بدها تضويها. كمان نفس الشيء الانرجي الكتريك بالكوندنساتور هي ان دومي سي اي او كاري، اي هي التنسيون او بون دو كوندنساتور. اوكي؟ هودي انرجي امجازيني بتخزن. او بينصرفوا، ممكن نخزنهم او نعطيهم لريزيستانس بخلال الديشارج، يعني بتخزنوا خلال الشارج نعطيهم بصيروا يعني ريستيتيو الانرجي اون دون لا ديشارج ام ماجازين ريستيتيو الانرجي. استاذ اول وحده شو هي؟ ال ال اي او كاري مش لازمتني هون بالدرس الماضي. لا هي انرجي شو؟ انرجي مانيتيك. اوكي. خاصا بالكوندنساتور ما في. لا لا هي اللي فوق ما خاصه، اللي تحت لها علاقه بالكوندنساتور. انرجي لا الكاباسيتي ايه كاباسيتي للكوندنساتور. اوكي
هلا بدرسكم مش حتلاقوها موجوده اندوميسيا اوكابي، بس مثل ما بتعرفوا بالدورات عاده اي سؤال بينطرح عاده، بس بده يشرح الاستاذ درس في كوندنسات مش معقول يمرق عليه بدون ما يمر الانرجي. فبسنه من السنوات جابوا الانرجي للكوندنساتور وهي مش موجوده بالكتاب، فصار في نقاش حوالي هيدي انه ليش بتجيبوا شيء مش موجود بالكتاب وما بعرف شو. بس هيدي مجرد ما يصير ما تجي بحيلا دوره، لانه البروجرام بصير عندكم انتم مطلوب المنهج الموجود زائد كل شيء بالدورات، فبتصير هيدي حكما موجوده بال يعني تعتبر بالمنهج هيدي، ولو كانت مش مكتوبه بالكتاب عندك بس اريتينير بدنا نحفظها. اندوميسيا يو اوكاريس الانرجي الكتريك المغازيني جابوها بدوره بدون سابق انذار، بس هلا انا عم اقول لكم انه هيدي تجي. طبعا بالوقت اللي جابوها بدوره انا كنت شارحها، المفروض انه بس يمر الاستاذ على درس كوندنساتور لازم يمر الانرجي للكوندنساتور. نبلش بالسؤال. يلا تفضل. اوكي، عندنا لو سيركوي ادجاسون كومبران ان كونتكتور اوميك دو ريزيستانس ار un condensateur initialement neutre de capacité C, une batterie de force électromotrice magnétique est E égale 80 volts et de résistance interne négligeable, un interrupteur double direction et des fils de connexion. L'interrupteur, pourquoi il est double direction? لانه مره بنوصله لهون اذا بدي اعمل ديشارج. احسنت، شارج على الان ديشارج على الدو. هيدي اللي هون مجموعه بطاريات محطوطين اون سيري مع بعض، فتونسيون لالهم او. اوكي، يعني انا اذا بدي مثلا تونسيون تكون لنقول 12 فولت بحط كذا جنراتور 3 فولت، 3 جنراتور 3 فولت او 6 جنراتور 1.5 فولت اون سيري، بيعطوني جنراتور دو تونسيون 12 فولت حسب التونسيون اللي انا بدي اياه. هيدا البلوس اللي له من هون لموان من فوق. فاذا مره بوصلها على الان لاعمل شارج، ومره بوصلها على الدو لاعمل دي شارج من خلال نفس الريزيستانس. استاذ بس عندي سؤال. ايه تفضل. شو يعني كوندنساتور انيسيالمون نوتر؟ يعني نو شارجي انيسيالمون، الكيو تاعيته زيرو والاي تاعيته زيرو. اوكي. Le commutateur est mis à la position. هذا الكوميتاتور مي على بوزيسيون او بلو 1. يعني انتربتور. صحيح. A 0 égale 0. Indiquez le sens du courant I dans le circuit. بيبطل عندي courant. عم بيقول لك en phase de charge، يعني بعده عم يعمل شارج، ما انتهى، ما عمل شارج وخلص. في ريزيستانس عنده، بده وقت. يعني كورا مثل ما شايفي هون البلوس هي مبين وين ما في بلوس، هيدي الفلاش البلوس هي بتدل على الكورون سونس هي. يعني فينا نقول من الام للدي ومن الدي للان ومن الان للام. هاي اللي رسمتهم انا مش هيك اللي بالازرق؟ اه هني انديكي لو سونس، هي هذا الانديكاسيون دو سونس، هذا السونس للكورون، هيدا هي الاي. اوكي، نعتبر جاوبنا على البارتي A من السؤال. اوكي. كافي. Durant la charge, déterminez l'expression du courant I en fonction de E, R et EAB égale à UC. استاذ هيدي بنعمل نطلع مثل الايكواسيون. صح. Dans la charge, anti-charge, yani régime de charge. Il est déterminé l'expression du courant I en fonction de E, R et UAB égale UC. Yani, اشتغل E la générateur شو بتساوي الوضع التكنيكي. مزبوط، يعني بدي اقول U, M بنبلش من البوزيتيف للنيجاتيف، M, N égale. Égale U, M, D. M. D وين D؟ لا U M، هاي النقطة شو بنسميها؟ إذا هي A هي B حسميها، أوكي هاي A اللي هون. طبعاً هي U M A اللي هي زيرو، شو هيك؟ U M A بلس U بلس U A B بلس U B D بلس U B D بلس U N N خلص بس. لا U N N. فإذا هاي U إيجال زيرو
plus UAB هي U للكوندنساتور. U للكوندنساتور. والUBD عندي RI. RI أحسنت. الكورون مرق من البي لعند الD فإذا UBD إيجال RI. والUDN. زيرو UDN لأنه في دو كونكسيون. بدو الإي بالنسبة لهول اللي قال لي عنهم إي شو بتساوي؟ هي إي مش لما يكون الانتربتور اوفر بيكون عنده تنسيون بلا بس هون هون سير لو بلون 1 ما سكرناه على البلون 1 ما هل هيدا اللي هون الانتربتور برمناه على الان بس اوكي امي على بوزيسيون 1 هما كنت فهماني والا ما بيعطي شارج انتبه ما بيعود يشارج بصير الاي زيرو Et c'est ce qui vient les mis à la position 1. هذا interrupteur rotateur يعني بيبرم هو اوكي او بحطه على 2 او بحطه على الان يعني او بوصل ال D بال2 او بوصل ال D بالان هلا باول مرحله يوصل ال D بالان بهالشكل طيب بده كان E en fonction de E و R و U A B اللي هي U C طلعت سيستم انترناسيونال حطها اوكي هذه هي فاذا هاي الاي اكسبريسيون ميرسي طيب بتول صفية الدين وي مسيو يلا بتول ات 0 ات 0 l'intensité du courant circulant dans le circuit est 80 milliampères déduire la valeur de R LU est égal RI ايه عم بيقول لي ات ايجال زيرو لما بتكون تي زيرو ايجال زيرو بتكون لو كورون سيركيل دون لو سيركوي اي اي ايجال 80 ملي امبير ديدوير لا فالور دو ار ادل ار استاذ الار ات ايجال او سور اي ايه بس عم بيقول لك هون ابري ان تون قدي تون اتي ايجال زيرو اتي ايجال زيرو قدي الفي للكوندنساتور زيرو مظبوط عشان هيك فينا نجيبها دغري بنقول نحن بالاول اتي ايجال زيرو هيك يو سي ايجال زيرو اون ريجيم دو شارج يعني الاي شو بتكون بهالحاله ايجال يعني اي زيرو اذا سميناها وخليها جرون اي زيرو ايجال او moins 0 sur R. بدو ال R فازان R إيجال نعمل لها كالكول E sur R E sur I 0 E أدل E 80 sur I 0 80 كمان هدي 80 فولت أكيد هديك بالملي امبير بدنا نحولها الملي امبير بدنا نحولها ايه بس عم شوف ال شو اسمه التونسيون قد ايه مظبوط ايه هديك تطلع ميل صح مظبوط تطلع ميل ام ايه صحيح سور 80 و 10 على بوسونس موان 3 بتطلع ميل ام استاذ بس بدي اسالك سؤال ايه تفضل اي متى بتكون اعطي ايجال زيرو الاو بتساوي او اون ريجيم دو ديشارج بكون كوندنساتور سيشارج كومبليتمون بنعتبر نحن هيدا الوقت اتي ايجال زيرو بده يبلش يعمل ديشارج او ديبي دو لا ديشارج الاي للكوندنساتور بتكون او اوكي وبالشارج دائما بتبلش زيرو زيرو بتوصل للاو لا مش دائما انا هو بيقول لي الكوندنساتور انيسيالمون نون شارجي فبتكون ما عنده كيو يعني ما عنده اي لانه اي ايجال كيو سور سي اوكي طيب وين صرنا؟ آية آية استاذ يلا بارتي اللي بعدها دي indiquer le ou les composants qui fournissent l'énergie électrique au circuit et ceux qui reçoivent l'énergie électrique durant la phase de charge. De charge, ok. Qui fournissent l'énergie, c'est le générateur. عم بيقول لي
indiquer le ou les composantes